طب يا ترى بقى الأب ده اللي مش في كامل وعيه بتقولك قعد 4 أيام يموت، كان عايش ازاي في آخر أيامه؟ طب حالته النفسية كانت عاملة ازاي؟ طب هل من حق أخ إنه يحرم إخواته من أبوهم؟ بقينا فريقين؟ يعني بنخلف ولاد كتير عشان يبقوا عزوة حوالينا، 7 يتقسموا فرق، واحد منهم يموت بقهرته وحصرته، والميراث يعمل فينا كده بدل ما يقربنا من بعض، ان احنا بنقسم اللقمه مع بعض زي ما بيقولوا كاخوات بنخطف من بعض. اسئله تانية كتير قوي بتفرضها قصه النهارده، وزي ما انتوا شفتوا انا حاولت اسالها كتير عشان اكيد في اسئله كتير جدا بتبقى جايه في دماغكم وانتوا في البيت، فانا بحاول معاكم وبنحاول نفهم القصه. اسئله كتير اكتر اكتر واكتر واكتر، عايز اسال بقى عن الجزء النفسي، زي ما انتوا عارفين دي اهم حاجه عندنا، تعالوا نسال عليها بس بعد الفاصل.